لمزيد من التحليل حول ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية ينضم إلينا الآن من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية. أهلا بك دكتور أحمد وصباح جديد. هذا التقارب في نسب استطلاعات الرأي بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب، كيف تراه؟ وهل هذا سيؤثر على النتائج الانتخابية، بمعنى أنه سيجعلنا نشهد يعني عدم التوصل أو نتائج الانتخابات تظل معلقة حتى آخر الأصوات؟ تحياتي لك يا منى ولفادي ولكل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية الكرام. بالفعل هي معركة مهمة. تقارب استطلاعات الرأي بيشي بأن أنها معركة من الصعب القول بأن أحد المرشحين قد يحسمها مبكرا أو أنها تتجه إلى أي من المرشحين، في ظل تعادل نقاط القوة وأوراق الضغط لدى كل الطرفين. الأوراق الرابحة، ترامب يلعب بأوراق مثل ورقة الاقتصاد ومواجهة التضخم والقضايا المرتبطة بحياة المواطن المعيشية مثل الوظائف البطالة، لديه أيضا ورقة متعلقة بالهجرة، وهذه أحد نقاط القوة لدى ترامب أو أوراقه الرابحة. ثم الورقة الأخرى التي هي تمثل يعني انتقادا لسياسات كامالا هاريس، بمعنى استغلال نقاط ضعف كامالا هاريس كنقاط قوة باعتبار أنها امتداد للرئيس بايدن وأنها مسؤولة عن جزء كبير من الأداء، سواء الأداء الاقتصادي الداخلي أو الخارجي. في المقابل كامالا هاريس تلعب بنقاط قوة أيضا وأوراق رابحة، أولا قضية الأقليات، قضية العرقيات المختلفة باعتبار أنها من أصول هندية وإفريقية لتؤكد على فكرة الأمريكا المتنوعة. لديها أيضا أوراق رابحة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وربما الرعاية الصحية، خاصة دعم الأسر المتوسطة، العمل على تعزيز مفهوم وتوسيع الرعاية الصحية. ثم هناك أيضا هذه القضايا الداخلية. فيما يتعلق بالقضايا الخارجية ربما أيضا يتفوق ترامب حتى الآن في إدارته للقضايا الخارجية، خاصة المتعلقة بالوضع في الحرب في روسيا وأوكرانيا، التوترات في الشرق الأوسط سواء في غزة أو في لبنان، ثم أيضا المنطقة آسيا والعسكرة المتزايدة في هذه المنطقة. وهنا ربما يعني ترامب يبدو في هذه القضايا وهذه الأوراق لديه رؤية أكثر تماسكا من كامالا هاريس، لأنها فيما يتعلق بالاقتصاد، التضخم، هذه القضايا هي قدمت عناوين عامة لم تقدم رؤى حتى الآن، سواء في المناظرة أو في المقابلات الصحفية حول كيفية ترجمة هذه الرؤى العامة والعناوين، مثل دعم الشركات الصغيرة، تنشيط الاقتصاد، العمل مع الشركات الكبرى لخفض الأسعار، يعني كلها عناوين عامة بتعكس عدم بلورتها لرؤية واضحة. أيضا فيما القضايا فيما يتعلق بالقضايا الخارجية حتى الآن هي لم تبلور رؤية مختلفة أو عقيدة في السياسة الخارجية تختلف عن بايدن، وبالتالي ترامب هو اختبر في الولاية الأولى لديه رؤية واضحة في السياسة الخارجية في التعامل مع الخصوم سواء الصين أو فكرة أمريكا أولا وفرض رسوم حمائية أو يعني تقليل انخراط أمريكا في النزاعات الدولية. وبالتالي احنا هنا أمام تعادل في نقاط القوة، يبقى الفيصل والحاسم دائما الانتخابات الأمريكية باتت تختزل في الولايات المتأرجحة، وهي 6 ولايات هذا العام، ربما تنضم ولاية 7، يعني هناك ولايات حزام الصدأ، بنسلفانيا، ميتشيغان، ويسكونسون، ثم هناك ولايات الشمس، أريزونا، نيفادا، جورجيا، ثم الولاية 7 التي أصبحت متأرجحة أيضا، كارولينا الشمالية. مجموع هذه الولايات في المجمع الانتخابي تقريبا 97 مندوب، وهؤلاء هم من سيحسمون الانتخابات، لأن هناك 21 ولاية زرقاء لديها 217 مندوب انتخابي، هي تقريبا محسومة للديمقراطيين. بالتأكيد دكتور أحمد، فالولايات المترجحة دائما هي ما تحسم الوضع، لكن هنا أريد أن أعود إلى فرص المرشحين. فكما ذكرت كامالا هاريس تسير على خطى بايدن والإدارة الديمقراطية التي اشتعلت في ولايتها الحروب حول العالم، وهو ما أدى بالتالي إلى التأثير اقتصاديا على المواطن الأمريكي الذي يأتي الاقتصاد بالنسبة له في المرحلة الأولى. الخبر الذي كنا نقرأه قبل قليل يتحدث عن بيانات أمريكية من الحكومة الأمريكية تقول أن الاقتصاد في أفضل أحواله، لكن وقع الأمر على الأرض، المواطن الأمريكي لديه مشاكل اقتصادية. هل ستكون هذه هي الورقة الرابحة لدونالد ترامب، خاصة أنه فيما يخص السياسة الخارجية دائما ما يعقد صفقات كما رأينا في فترته السابقة؟
هو بالفعل فادي، يعني رغم ان اداره بايدن على المستوى الكلي على مستوى المؤشرات الكليه حققت انجازات اقتصاديه سواء فيما يتعلق بتقليل البطاله او فرص العمل او تحسين معدلات النمو الاقتصادي، لكن لم ينعكس هذا النمو او المؤشرات الكليه على مستوى الافراد. بمعنى في اداره بايدن لاول مره ارتفاع تكاليف المعيشه، ارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع اسعار الطاقه، وهذا بالطبع نتاج للسياسات الاقتصاديه الداخليه وهي سياسات اجتماعيه تقوم على فكره التوسع في الانفاق الاجتماعي في قانون الرعايه الطبيه وغيرها، ايضا مرتبطه بالسياسات الخارجيه وعسكره العلاقات الدوليه. يعني دائما القضايا الخارجيه بتشكل اهميه او دورا اساسيا في تحديد خيارات الناخب الامريكي. هذه الانتخابات القضايا الخارجيه ستشكل سواء الحرب في روسيا واوكرانيا او الحرب في الشرق الاوسط، وكل منهما له مدخله. القضايا الحرب في اوكرانيا اثرت اقتصاديا على المواطن الامريكي لانها ادت ارتفاع اسعار الطاقه، ارتفاع تكاليف المعيشه، تاثر سلاسل الامداد، وبالتالي هذا تمثل نقطه ضعف لبايدن وكمال هاريس في مقابل يستغلها ترامب كنقطه قوه في مهاجمه كل من كمال هاريس وبايدن على هذا الاداء في السياسه الخارجيه وانعكاساته السلبيه على السياسه الداخليه. ايضا فيما يتعلق بغزه ايضا سيكون لها مردود ايضا تاثير سلبي على او تاثير على القضايا الخارجيه، خاصه في ميشيغان والولايات المتارجحه، لان الدعم المطلق لبايدن لاسرائيل في جرائم الحرب وجرائم الاباده الجماعيه وعدم اتخاذ اجراءات او ضغوط حقيقيه لوقف اطلاق النار ومنع هذه الجرائم اثر سلبا ودفع عدد كبير من العرب والمسلمين الى التوجه نحو التصويت ليس لكمال هاريس او التصويت بعدم الملتزم او ربما التصويت لمرشح حزب الخرد، وهذا بالتالي سينقص او سيفقد كمال هاريس نقطه مهمه قد تكلفها خساره هذه الولايات المتارجحه مثل ميشيغان وبنسلفانيا وغيرها، وهذا ايضا يمثل نقطه قوه لترامب. وبالتالي هنا ظلال وتاثيرات القضايا الخارجيه سيكون لها تاثير مباشر على خيارات نعم الناخب الامريكي. احمد يعني خاصة نريد في ان نستوضح منك اكثر حول هذه النقطه، يعني انت تفضلت وتحدثت عن التحديات التي تواجه الولايات المتحده الامريكيه، التحديات الداخليه وايضا نقاط القوه والضعف لكل من هاريس وترامب، ولكن هناك نقطه هامه ايضا وهي القضايا الاقليميه والدوليه، ومنها كما ذكرت قضيه الشرق الاوسط والحرب على غزه وايضا الازمه الروسيه الاوكرانيه. كيف سيؤثر هذا على مجريات أو سير الانتخابات الأمريكية، خاصة في ظل وجود الناخب العربي والمسلم من جهة، ومن جهة أخرى هناك الناخب اليهودي أيضا؟ أولا من تأثير القضايا الخارجية وهذه التوترات، يعني في عهد بايدن اندلعت حروب كثيرة، حرب روسيا وأوكرانيا، حروب في الشرق الأوسط، وهناك الآن احتمالات حرب أخرى، حرب إقليمية بين إيران وبين إسرائيل، هناك أيضا منطقة آسيا وبحر الصين الجنوبي يعيش على سطح صفيح ساخن، كل هذا سيدفع كثير من الناخبين الأمريكيين إلى الميل إلى اختيار رئيس قوي للتعامل مع هذه التهديدات التي تؤثر بشكل مباشر على أمريكا وعلى السياسة الخارجية الأمريكية. من ناحية أخرى أو التأثير الثاني أيضا فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط غزة تحديدا سيكون لها تأثير أيضا على العرب والمسلمين، وهم عدد كبير حقيقة في ميشيغان، هناك 100,000 صوت عربي، يعني عدد العرب صحيح لا يشكل أكثر من 1% العرب، لكن هم مؤثرون في الانتخابات الولايات المتأرجحة. يعني على سبيل المثال فاز بايدن على ترامب في ولاية ميشيغان في الانتخابات 20 بفارق 11,000 صوت، في جورجيا فاز ترامب على أيضا في الانتخابات التي قبلها على هيلاري كلينتون ب10,000 صوت، بمعنى هنا الصوت سيفرق بشكل كبير، وبالتالي القضايا الخارجية لأول مرة سيكون لها تأثير مباشر. حتى الآن كمال هاريس لم تبلور عقيدة في السياسة الخارجية، يعني في غزة ما زالت تمسك العصا من المنتصف، هي تحاول إرضاء اللوبي اليهودي بالتأكيد على دعم إسرائيل وأمن إسرائيل وهذا الدعم المتكرر، لكن الجانبين دكتور أحمد يدعمان إسرائيل بشكل أو بآخر. لكن بالحديث عن نقاط أخرى، فالتخفيض الملحوظ من إدارة بايدن في دعم الرعاية الصحية لكبار السن مؤثر أيضا، وأيضا قضية الهجرة وأعداد المهاجرين غير الشرعيين التي تؤرق الولايات المتحدة، كيف ترى هذين الملفين وما قد يكون تأثيرهما على كمالا هاريس تحديدا في تقليص فرصها؟ يعني كمال هاريس بالطبع في موضوع الرعاية الصحية ربما يكون يعني لها نقطة مهمة أو نقطة إيجابية عن ترامب الذي يريد إلغاء قانون الرعاية الصحية
أو أوباما كير الذي كرسه الرئيس الأسبق أوباما، وبالتالي هذه نقطة قوة ربما لكمال هاريس. لكن في متعلق بالهجرة ربما ترامب يمتلك نقاط قوة أكبر، لأن الرجل لديه رؤية واضحة في متعلق بالهجرة. يعني بلغة الأرقام 13 مليون مواطن غير قانوني أو شخص غير قانوني عايشون في أمريكا، منهم فقط 6 مليون دخلوا في عهد إدارة بايدن في خلال السنوات الأربع الماضية، وهذا يمثل نقطة ضعف. يعني ترامب بيتهم الديمقراطيين بالتهاون فيما يتعلق بإدخال المهاجرين، والرجل كما كان في الفترة الأولى يعني أقام جدار عازل، بيتخذ سياسات أكثر تشددا، ربما يستمر في هذه السياسة، وقال أنه سيكون بترحيل جماعي. ربما أيضا هذا يقلق بعض يعني الأمريكيين من أصول لاتينية، من أصول من أقليات أو من أصول عرقية، لكن على الأقل هذه المشكلة في اعتقاد هي صداع مزمن، يعني هي مزمنة منذ عقود، وكل الانتخابات تصار ولم تحل ولن تحل سواء في عهد كمال هاريس او عهد ترامب ايا سيفوز. لكن على الاقل ترامب بيملك رؤيه اكثر تماسكا من كمال هاريس فيما يتعلق بهذه القضيه التي باتت فعلا تؤرق جزء كبير من المجتمع الجنوبي، خاصه في الولايات الجنوبيه. وبالتالي هنا الانتخابات هذه المره سيحسم فيها عدد من القضايا المهمه، وايضا عدد من الفئات والمواطنين. يعني قضيه الاجهاض على سبيل المثال ايضا تمثل ايضا نقطه ربما لترامب فيما يتعلق بالمحافظين الولايات الجنوبيه. فيما يتعلق بالنساء ربما قد تفضل كمال هاريس على ترامب، لان كمال هاريس تدعت فكره حقوق الاجهاض، وبالتالي هناك يعني نقاط متبادله من القوة والضعف. لكن على الاقل القضايا الجوهريه الاولويه في سلم الاولويات، القضايا الاقتصاديه، التضخم، ارتفاع الاسعار، ارتفاع تكاليف المعيشه، هي التي ستحسم. حتى الان ربما يبدو ترامب انه الارجح او انه الاكثر تمسكا في هذه القضايا. شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية، كنت معنا من القاهرة.